السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح الماث primary 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، طبقا لاخر تعديل من الوزارة. بنشرحه من كتاب المعاصر، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح شابتر 1، والنهاردة هنبتدي في شابتر 2، وطبعا هنبتدي بليسون 11 او الدرس رقم 11 وليسون 12 كمان، وهنشرح كمان 13 و14. طبعا ده يعتبر درس خصوصي انت بتاخده وانت قاعد في بيتك، المفروض ان انت تحل الهوم ورك اللي احنا بنقول عليه كل مرة، وان شاء الله هنخلص شرح المنهج قبل ما الترم يخلص، بحيث ان انت لو عايز تراجع تقدر تراجع براحتك. فليسون 11 و 12 اسمهم thousands او الالاف. النهاردة بنتكلم عن الالاف. يعني ايه الف؟ يعني واحد وجنبها 3 اصفار، 1 وجنبه 3 zeros. الالف في عشر ميات، في 10 hundreds او 10 ميات، واحنا عرفنا ال 100 الواحده فيها 10 عشرات او 10 tens فيها 10 عشرات، يبقى 1000 عباره عن رقم كبير فيها زي ما قلنا 10 ميات. النهارده هنتكلم عن ال thousands او الالاف، وهنتكلم عنها ونكتشفها مع بعض. يلا نبدا ونقرا مع بعض. Exploring thousands أو استكشاف الآلاف. طبعا هنا ده 1 واحد بس، وبعدين هنا 10 ones أو 10 وحدات، 10 وحايد، ممكن نخليهم متجمعين مع بعض ونخليهم بالشكل ده. وبعدين بيقول لك هنا العشر عشرات اللي هم 10 tens زي ما احنا شايفين قدامنا دي بتساوي 100 أو 100. يبقى ايه؟ زي ما قلنا من شوية 10 ones بتساوي 10، وال 10 tens العشر عشرات بتساوي 100. هنا بقى بيعرفنا بقى بعد ال 100 في حاجة اسمها 1000 أو الألف. العشر ميات أو ال 10 hundreds زي ما احنا شايفين قدامنا هنا حاطط 10 hundreds جنب بعض بتساوي 1000 أو ألف. ال 10 hundreds زي ما احنا شايفين من قدامنا ال 100 الواحدة فيها 10 tens، يبقى 10 hundreds فيهم 1000 أو عبارة عن 1000. فهنا بيقول لنا generally أو بشكل عام 2000 20 hundreds equal 20 hundreds equal 20 hundreds hundreds equal 200 tens 200 tens، لأن ال 10 لأن ال 100 الواحدة فيها 10 tens، فال 20 hundreds فيهم 200 tens. 3000 equal 30 hundreds equal 300 tens. تمام كده الموضوع احنا فاهمينه، وفهمنا ازاي بنقدر نفرق بين ال 1 وال 10 وال 100 وال 1000 كمان. تعالوا نقرا مع بعض كده. The greatest one digit number. يعني ايه one digit number؟ يعني رقم بيتكون من digit واحد، من رقم واحد. اكبر رقم بيتكون من رقم واحد ايه هو؟ الناين. مفيش اكبر من 9. لو قلنا اكبر من 9 10 يبقى دي رقم اكبر من 9، بس بيتكون من 2 digits، رقمين اللي هي ال 1 وال 0. لكن greatest one digit number يعني اكبر رقم بيتكون من digit واحد هي ال 9، مفيش اكبر منها، بيتكون من digit واحد او من رقم واحد. 10 is the smallest number in 10 digit in 2 digit number. اصغر رقم بقى بيتكون من 2 digits او من رقمين هو ال 10، مفيش اصغر منه، مفيش اصغر من 10 رقم بيتكون من رقمين. يبقى ال 10 اللي هي ال 1 وجنبها 0 دي smallest 2 digit number، يعني اصغر رقم بيتكون من رقمين جنب بعض. بعد كده ممكن يبقى اكبر منه 11 و 12 لغاية ما توصل ل 99 is the greatest 2 digit number. اكبر رقم بيتكون من 2 digits او من رقمين جنب بعض هو ال 99 زي ما قلنا من شوية. لو زودنا عليه واحد كمان هيبقى 100،
وده مش 2 digit number، لا ده 3 digit numbers اللي هي واحد وجنبها صفرين. فأكبر أو greatest 2 digit number أو أكبر رقم بيتكون من عددين هو ال 99 أو ال 99. 100 is the smallest number 3 digit number. Is the smallest 3 digit number. أصغر رقم بيتكون من 3 digits أو من 3 أرقام جنب بعض هي ال 100. ليه؟ لأن لو أنت حبيت تصغر تقلل عن ال 100 هتنزل ل 99، ودي مش 3 digit number، دي 2 digit number، فبالتالي دي مش أصغر رقم بيتكون من 3 أرقام جنب بعض. يبقى أصغر رقم بيتكون من 3 digits جنب بعض أو أصغر أو smallest 3 digit number هي ال 100. تفضل بقى ماشي فوق ال 100 101 102 لحد ما توصل لل 999 أو 3 تسعات جنب بعض أو 999، ودي برضو 3 digit numbers. 999 is the greatest 3 digit number. زي ما قلنا من شوية أكبر رقم بيتكون من 3 digit numbers أو 3 أرقام جنب بعض هي ال 999 أو 999. فإحنا دلوقتي عرفنا إن أصغر 3 digit numbers هو ال 100، لأن ال 100 أول رقم بيتكون من 3 أرقام جنب بعض أو من 3 digits جنب بعض. أكبر رقم بيتكون من 3 digits جنب بعض برضو هو ال 999. ال 1000 is the smallest 4 digit number. ال 1000 بقى أو ال 1000 هي أصغر رقم بيتكون من 4 digits جنب بعض. Smallest 4 digit number، أصغر رقم بيتكون من أربع أرقام جنب بعض، دي ال 1000. لو حبينا نقلل عنها هننزل لل 999، ودي مش 4 digits number، دي 3 digit number، فدي مش ملهاش دعوه باللي احنا بنتكلم عليه. يبقى اصغر رقم بيتكون من 4 digits جنب بعض هي ال 1000 او ال 1000. لازم نبقى عارفين الكلام ده وحافظينه كويس قوي، بس قبل ما نحفظه لازم نكون فاهمينه، لان احنا لو مش فاهمينه هننساه على طول بمجرد ان احنا نقفل الدرس. لكن انت فهمت المعلومه هتحفظها بمنتهى السهولة وهتلزق في دماغك على طول. فهمنا دلوقتي ايه هو اصغر 1 digit number، وعرفنا ايه هو اكبر 2 digit، وعرفنا ايه هو اصغر 2 digit number، وعرفنا هي ايه اكبر 2 digit number، وعرفنا ايه هو اكبر 3 digit number، وهكذا. يبقى اكبر 1 digit number هو 9، واصغر 2 digit number هو 10، أكبر 2 digit number الـ 99، أصغر 3 digit number هو الـ 100، أكبر 3 digit number هو الـ 999، أصغر 4 digit number أربع أرقام جنب بعض هو الـ 1000 أو الـ 1000 زي ما قلنا من شوية. هنا بيكلمنا وبيقول لنا حاجة اسمها الـ place value أو القيمة المكانية للرقم. يعني ايه place value؟ يعني الرقم ده دلوقتي بيتكون من مثلا أربع أرقام جنب بعض، عندنا number، النمبر ده بيتكون من 4 digits أو أربع أرقام جنب بعض، زي ما احنا شايفين قدامنا مثلا 2439. الـ 2 دي لو احنا كاتبينها لوحدها تبقى 2 عادية، لكن الـ place بتاعها أو المكان بتاعها موجود في الخانة بتاعت الثاوزنز أو الآلاف، فبالتالي الـ 2 دي هنا ما بتساويش 2 عادية، دي بتساوي 2000 أو 2000. هنا الـ place بتاعها خلالها value أو قيمة كبيرة، في حين إن الـ 9 اللي هي أكبر منها إيه؟ قيمتها عادية خالص، 9 عادية. ليه؟ لأن الـ 9 هنا أو الـ 9 دي موجودة في الونس، في الأحاد، فبالتالي لما نيجي ندور على الفاليو بتاعتها أو القيمة بتاعتها نلاقيها برضو 9، لأن هي موجودة في الأحاد في الونس. طب الثري أهي، ما هي الثري دي أكبر من التو، بس هي قيمتها أصغر منها بكتير. ليه؟ لأن زي ما قلنا التو موجودة في الثاوزنز أو في الألف أو في خانة الآلاف، فبالتالي هي قيمتها 2000. أما الثري دي قيمتها في التنز، في خانة العشرات، فقيمتها إيه؟ 30 أو 30. طيب الفور دي
اكبر من 2 برضو اكبر من 3، بس هي اكبر من 2 في العدد لكن مش اكبر منها في القيمة دلوقتي، لان البليس بتاعها مش زي 2 في 1000، لا دي قيمتها، لا دي مكانها في الهندردز او في المئات. فبالتالي لما ندور على مكان، فبالتالي لما ندور على الفاليو بتاعتها او القيمة بتاعتها هنلاقيها 400 او 400. يبقى البليس او المكان بتاع الديجيت اللي احنا بندور عليه بتحدد قيمته قد ايه. لو هو موجود في خانة الونس هيبقى قيمته زي ما هي، مش هيتغير فيها حاجة. لو هو موجود في خانة التنس هنضرب في 10، لو هو موجود في خانة الهندردز هنضرب في 100، لو هو موجود في خانة الثاوزنس او الالاف هنضرب في 1000. يبقى البليس او المكان بتاعه بيحدد الفاليو بتاعته قد ايه، بيحدد قيمته قد ايه، وهو ده معنى البليس فاليو او القيمة المكانية بتاعت الارقام. فتعالوا نقرأ مع بعض كده ونشوف هو بيقول لنا هنا ايه. The value of each digit in any number depends يعني بتعتمد على، depends on تعتمد على its place in this number، مكانه في الرقم ده ايه. فهو هنا بيقول لنا طبعا الاكزامبل ده او المثال ده 2439 او 2439، التو هنا في الثاوزنز فبقت قيمتها 2000، بينما الفور هنا في الهندردز 400، الثري هنا في التنز بقت 30، الناين هنا في الوانس فضلت قيمتها زي ما هي 9 زي ما احنا شايفين قدام. فبالتالي لما نيجي نروح هنا بقى نقرا تحت هنا، بيقول لنا هنا how do you write and read four digit number، ازاي تكتب وتقرا الرقم متكون من 4 ارقام. فهنا البليس فاليو تشارت او جدول القيمه المكانيه 2439 بنحللها زي ما احنا شايفين قدامنا، الثاوزنس وهندردز وتنس وونس، الونس الاحاد تحت منها الناين، التنس العشرات تحت منها الثري، الهندردز المئات تحت منها الفور، الثاوزنس الالاف تحت منها التو. وبالتالي لما نيجي بقى هنا نشوف الناين، نشوف الوانس هنلاقي 9 زي ما هي، نشوف التنس هنلاقيها بقت 30 لان 3 تنس بتساوي 30، 400 بتساوي 400، 2000 بتساوي 2000 زي ما احنا شايفين قدامنا. ده اسمه البليس فاليو تشارت او جدول القيمه المكانيه. تعالوا نشوف كمان هنا ممكن ان احنا نحلل الرقم بشكل تاني خالص. هنا البليس فاليو مات او او المصفوفه بتاعت القيمه المكانيه، هنا بيقول لنا مثلا الثاوزندز زي ما احنا شايفين قدامنا هنا، هو رسمها جنب بعضها زي ايه، هندردز جنب بعضها، فدي 10 هندردز ودي 10 هندردز يعني دي 1000 ودي 1000 يعني دي 1000 ودي 1000 فبقت 2000. ال400ز حطهم جنب بعض، الثري تنز حطهم جنب بعض، الناين وانز حطهم جنب بعض. هنا هو كتب الرقم بالشكل ده وبيقول لك الستاندرد فورم، ستاندرد فورم او الصيغة الاساسية 2439. الاكسباندد فورم، الاكسباندد فورم او الصيغة الممتدة بنكتبها بقى 2000 لوحدها بلس 400 لوحدها بلس 30 لوحدها بلس 9. هنا احنا عملنا expanded form او صيغة ممتدة. طيب الword form، الword form او الصيغة الكتابية، ازاي نكتب الرقم ده في شكل كلمات. هنا 2439. يقول لنا هنا كمان ما تنساش ان الاكسباندد فورم او الصيغة الممتدة هي عبارة عن adding the value of each digit in the number، يعني احنا بنقعد نجمع الارقام على بعضها طبقا للplace value بتاعتها او القيمة المكانية بتاعتها. تعالوا نحل مثال مع بعض على الجزء ده. فهنا بيقول لنا example 1 write the place value and the value of the colored digit، يعني اكتب القيمة المكانية والقيمة بتاعت الرقم الملون، الرقم الملون اللي موجود في الأرقام اللي احنا مديناها لك تحت.
تعالوا نشوف كده الارقام اللي هو مديها لنا. فهنا البليس فاليو والفاليو، هنا 5839. المفروض ان الكالر ديجيت او الرقم الملون ده البليس فاليو بتاعتها كام؟ 1000. البليس فاليو بتاعتها شاطرين الثاوزندز صح؟ طيب والفاليو بتاعتها قد ايه؟ 5000. شاطرين ليه؟ لان هي موجوده في قيمه في خانه الالاف، فلما نيجي نحطها كده 5000 هنكتبها بالشكل ده. طب هنا البليس فاليو بتاعت ال 6 في الرقم ده؟ وانس. شاطرين وانس صح، وانس. طب وقيمتها كام؟ 6 زي ما هي. طب الرقم ده ال 8 دي البليس تنس صح. طيب والقيمة بتاعتها الفاليو بتاعتها قد ايه؟ 80 تنس، فبتبقى 80. طب الزيرو ده قيمته كام؟ قصدي البليس فاليو بتاعته ايه؟ 100 صح. بس الزيرو في اي مكان من الاماكن هيفضل برضو طول عمره ايه؟ زيرو مش هيغير حاجه. فنحط هنا برضو اي زيرو في اي خانه من الخانات هتفضل طول عمرها ايه؟ زيرو. كده حلينا المثال ده. عندنا اكزامبلز تانيه كتيره قوي المفروض ان احنا نحلها، وده هوم ورك عليكم. هوم ورك هنا في الجزء ده اصحابي بيكلمنا عن الفرق بين الارقام، ازاي نعمل كومبيرنج او نقارن بين الارقام ونشوف مين فيهم الاكبر من الرقم التاني او الاصغر منه. فطبعا هنا بيوضح لنا ان لما نيجي نقارن 4 ديجيت نمبرز مع 3 ديجيت نمبرز، اكيد ال 4 ديجيت نمبر ممكن يبقى اكبر من 3 ديجيت نمبر. زي مثلا لما نيجي نبص كده على 4593، اكيد هي اكبر من 176. ليه؟ لان هنا ال 100 دي مفيش، ليه؟ لان هنا الرقم ده مفيهوش thousands حتى، فبالتالي هو اكيد كده واحنا مغمضين اصغر من الرقم الاكبر منه التاني. تمام. ليه كمان لان هنا في ارقام اكتر ففي خانات اكتر، لكن هنا في ارقام اقل ففي خانات اقل. فدي حاجه بمنتهى السهوله نقدر نحلها. لكن لو رقمين بيتكونوا من خانات قد بعض 4 ديجيت نمبرز، يعني هنقدر نقارنهم ازاي؟ هنبتدي نبص ونقارن كل خانة من الخانات مع في كل رقم فيهم مع التانية. يعني هنشوف الثاوزنس هنا قد الثاوزنس هنا ولا أصغر منها ولا أكبر منها، لقيناهم قد بعض هنشوف الهندردز لقيناهم قد بعض، هنشوف التنز لقيناهم قد بعض، هنشوف الوانس، بحيث نقدر نحدد مين الرقم اللي أكبر من التاني. فهناخدهم من الخانة الأكبر اللي هي الثاوزنس ونقارنها بنقارنهم ببعض. لقينا فيهم واحد اكبر يبقى هو ده الرقم الاكبر، لقيناهم قد بعض ننزل على الهندردز نشوف الهندردز هنا قد اللي هنا ولا اصغر منها ولا اكبر منها، لقيناهم قد بعض فبالتالي نروح نازلين على الهندردز، لقينا الهندردز قد بعض بنروح ننزل على التنز، لقينا التنز فيهم واحده اكبر من الثانيه بنروح عارفين الرقم الاكبر، لقيناهم قد بعض بنشوف اخر حاجه الوانس او الاحاد ونشوف مين فيهم الاكبر. دي طريقة المقارنة أو الكومبيرنج بين 4 ديجيت نمبرز أو بين رقمين، الرقمين دول بيتكونوا من 4 ديجيتس. فهنا زي ما بقول لكم كده مثلا هو بيقول لنا هنا compare 3462 and 3489. فبيقول لك هنا الرقمين هما 4 ديجيت نمبرز. اول حاجه بتعمل ايه؟ فيرست كومبير ذا 1000 ديجيتس، بتقارن الرقم الالاف. سكند كومبير ذا 100 ديجيت، بعدين بتقارن رقم المئات. ثيرد بتكومبير ذا 10 ديجيت، رقم العشرات. فهنا لقى ان الرقم العشرات، فهنا لقى ان 1000 ديجيت وال 100 ديجيت قد بعض. رحنا على التنس ديجيت لقينا التنس ديجيت هنا في واحد فيهم 6 وواحد فيهم 8، عرفنا طبعا مين الرقم الاكبر
من الجزء ده، فبالتالي ان ال 400 فبالتالي 300 4 فبالتالي 3462 is smaller than اصغر من 3489، وبتكتب بالشكل ده بالصيغه دي. وبتكتب بالصيغه دي زي ما احنا شايفين قدامنا. اخر حاجه لازم نكون عارفينها في الجزء بتاع الدرس ده، جزء اخدناه زمان واحنا صغيرين في كيجي، الاسندنج اوردر والديسندنج اوردر. اسندنج اوردر يعني ترتيب تصاعدي، يعني ان الاصغر للاكبر، بكتب الارقام الاصغر بعدين الاكبر ثم الاكبر ثم الاكبر ثم الاكبر. اما الديسندنج اوردر او الترتيب التنازلي، الاكبر بعدين الاصغر منه شويه بعدين الاصغر شويتين بعدين الاصغر بعدين الاصغر خالص. ده اخر جزء في ليسون 11 و12. بعد كده هنا عندنا هوم وورك، ولازم طبعا نبقى عارفين ان العلامه دي اسمها جريتر ذان او اكبر من، والعلامه دي اسمها سمولر ذان او اصغر من، والعلامه دي اسمها ايكوال او يساوي. لازم نبقى عارفين ده، وهي مكتوبه هنا في الشرح عندنا، مش محتاجين ان احنا ندور عليها يعني. المهم ان انت تبقى عارف ان دي اكبر من، وبيبقى بق السمكه البق الجميل ده مفتوح ناحيه الرقم الاكبر. smaller than او اصغر من، بق السمكه بيبقى مفتوح ناحيه الرقم الصغير. equal طبعا بيساوي. وعندنا شرح الماث واساسيات الماث الخاصه بالمرحله الابتدائيه، حلقه واحده على القناه عندنا فيها الكلام ده بالتفصيل برضو، لو حابب ان انت تشوفه موجوده على القناه. وانا ممكن اسيب لكم الرابط بتاعها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، تقدروا ترجعوا لها هتلاقوا فيها المعلومات دي كلها، بتنفعك من اول كي جي 1 لحد ما تخلص ان شاء الله ثالثه اعدادي. طبعا ده هوم ورك زي ما قلنا، وعندنا ده هوم ورك كلها حاجات بسيطه. الميزة كمان ان المعاصر مديلك اكسرسايزز كتيرة اوي تقدر تحل لحد ما تفهم الدرس وتحفظه زي اسمك. نروح على ليسون 13 و14. ليسون 13 و14 زي ما احنا شايفين قدامنا بيكلمنا عن ال 10,000 and 100,000. 10,000 يعني 10,000 او 10,000، عشرات الالاف، و 100,000 او 100,000 الخانة بتاعت العشر تلاف والخانة بتاعت المية ألف. زي ما عرفنا إن في thousands أو في خانة الآلاف، في لما نكبر شوية لما نعلى شوية بالرقم هنوصل لرقم العشر تلاف اللي هو ten thousands. لما نكبر شوية كمان بالرقم هنلاقيه ممكن يوصل معانا لhundred thousands أو 100,000. يبقى إحنا عرفنا إن thousands أو الآلاف بيتكون من أربع أرقام جنب بعض أو 4 digit number. لما وصلنا للعشر تلاف أو 10,000 بيزيد معانا خانة زيادة اللي هي الخانة الأكبر، بيبقى 5 digit number. لو كبرنا قوي بقى بالرقم ووصلنا لل 100,000 أو لل 100,000 بيبقى عندنا الرقم معانا بيتكون من 6 digit، يبقى اسمه 6 digit number. يبقى ال thousands او الالاف اللي احنا خدناه لسه من شويه بيتكون من 4 digits جنب بعض. لو كبر معانا الرقم وفضل يكبر لغايه ما وصلنا لل 10,000 او ال 10,000 بيزيد عليه خانه كمان، فبيبقى 5 digit number. لو كبر معانا الرقم خالص وبوصل لل 100,000 فبيبقى 6 digit numbers، ست ارقام جنب بعض. فبيقول لنا هنا 5 digit and 6 digit number. بيقول لك how do you write and read 5 digit number، ازاي تكتب وتقرا الرقم اللي متكون من خمس ارقام جنب بعض. فبيقول لك هنا بيبقى في الاول خالص ال 10,000 دي اكبر حاجه في الرقم، بعدين جنبها ال thousands او الالاف، بعدين جنبها ال hundreds، وبعدين جنبها ال tens، وبعدين في الاخر خالص ال ones.
فالرقم الكبير الجميل ده اللي بيتكون من 5 و 3 و 1 و 6 و 7 لما نيجي نقراه هنقراه كده زي التالي كالتالي 53,167 53,000 لازم نقول thousands لأن احنا لو قلنا 53 بس هتبقى 53 عادية لكن دي 53 دي خانات دي العشرة الآلاف ودي أحد الآلاف ف 53,167 لما نيجي نحط كل رقم فيهم في المكان بتاعه في البليس بتاعه فالفايف دي هيبقى مكانها في التين ثاوزنز اما الثري دي هيبقى مكانها في الثاوزنز اما الون دي هيبقى مكانها في الهندردز اما التين دي اما السكس دي هيبقى مكانها في التينز واخر حاجة السيفن هيبقى مكانها في الونث. لو جينا نبص على البليس فاليو بتاعت كل رقم فيهم الفايف في التين ثاوزنز قيمتها 50,000 زي ما احنا شايفين قدامنا الثري في الثاوزنز هيبقى قيمتها 3,000 الهندرد الون هندرد هيبقى قيمتها 100 السكس في التنس هتبقى قيمتها 60 السفن في الونس هتبقى 7 فهنا لما نيجي نقرأ الستاندرد فورم أو الصيغة الأصلية اسمها 53,167 الإكسباندد فورم أو الصيغة الممتدة 50,000 plus 3,000 plus 100 plus 60 plus 7 لما نيجي نقراها بالword form أو الصيغة الكتابية هنقول زي ما قلنا 53,167 بالتالي احنا عرفنا ازاي نقرأ ونكتب ال 5 digit number أو الرقم المتكون من 5 digits جنب بعض. طب تعالوا نروح لل 6 digit number بقى او الرقم اللي بيتكون من 6 ارقام جنب بعض. عندنا رقم كبير اهو قدامنا طبعا هنا 6 digit number يبقى فيه 100,000 او مئات الالاف الخانة بتاعت مئات الالاف موجود فيها رقم الرقم كبير بيتكون من 6 digits جنب بعض فهنا عندنا الرقم قدامنا اهو زي ما احنا شايفين قدامنا 2 و 5 و 3 1 و 6 و 7 رقم كبير هنقراه ازاي نكتبه ازاي ونقراه ازاي لما نيجي نقراه هنا ال 2 دي 200,000 فنقول 253,000 يعني 253,000 تمام 167 احنا كده قريناه بشكل صحيح تعالوا نحطه على الفاليو تشارت او جدول القيمة المكانية هنا ال 2 دي مكانها فين في ال 100,000 او في مئات الالاف اما ال 5 دي فمكانها في ال 10,000 او عشرات الالاف ال 3 زي ما احنا عارفين مكانها في ال thousands او في الالاف ال 100 في ال hundreds ال 6 في ال tens وال 7 في ال ones طبعا الستاندرد فورم زي ما احنا شايفين قدامنا هنكتبها زي ما هي اما الاكسباندد فورم فهنكتبها بالشكل ده 200,000 200,000 plus 50,000 50,000 plus 3,000 3,000 plus 100 plus 60 plus 7 اما الوورد فورم او الصيغة الكتابية الصيغة الكلامية هنقول 253,000 زي ما قلنا 263,167 بكده احنا عرفنا ازاي نقرا ونكتب 6 digit numbers زي ما قلنا من شويه عندنا الموضوع بقى بسيط جدا بعدين هنا فبيقول لنا هنا write place value and the value of the colored digit اكتب القيمه المكانيه وقيمة الرقم الملون فهنا مثلا بيقول لنا النمبر والبليس فاليو والفاليو 34761 3 هنا الكولرد نمبر دي البليس فاليو بتاعتها ايه
30 thousandths. 10 thousandths. اسمها 10 thousandths. خانة العشرات الآلاف. 10 thousandths. طب الـ value بتاعتها ايه؟ 30 thousandths. 30 thousandths صح؟ طيب الـ 259,613 دي الـ 2 دي فين؟ الخانة بتاعتها اسمها ايه؟ الـ place value بتاعها اسمها ايه؟ 100 thousandths. 100 thousandths صح؟ 100 وقيمتها كام؟ 200,000. 200,000. 200 and 2 3. طب ال 4 دي قيمتها ايه؟ ال place value بتاعتها كام؟ thousands. Thousands بس صح؟ وقيمتها كام؟ ال value بتاعتها كام؟ 4,000. 4,000. طب ال 3 دي قيمتها كام؟ 100. 100 صح 100 وقيمتها كام الفاليو بتاعتها كام 300 بكده احنا عرفنا ازاي نحدد البليس فاليو والفاليو الخاصه بكل رقم الاكزامبلز اللي بعد كده هوم ورك كلها وعندنا الاكسرسايز ده هوم ورك كله مفيش حاجة جديدة في الدرس ده نقدر نقولها المهم ان انت تحل الاكسرسايزز اللي على الدرس ده علشان هي جميلة وتخليك تفهم المعلومة وتحفظها وتهضمها زي اسمك وبكده هنكون وصلنا لبيج 92 او صفحة 92 في كتاب المعاصر اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة لو عجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته